في اليوم ده 12 فبراير سنة 1502 بدأ الإسبان حملة لتنصير المسلمين في غرناطة، وفي نفس اليوم ده سنة 1541 أسس بيدرو دي فالديفا مدينة سانتياغو عاصمة تشيلي. وكمان في اليوم ده سنة 1934 بدأت الحرب الأهلية في النمسا. وفي اليوم ده 12 فبراير سنة 1949 تم اغتيال حسن البنا مؤسس حركة الإخوان المسلمين. وفي نفس اليوم ده سنة 1953 وقعت مصر على اتفاقية الجلاء عن السودان. وكمان في اليوم ده سنة 2002 بدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي محاكمة الرئيس اليوغوسلافي السابق سلوبودان ميلوسوفيتش لارتكابه جرائم حرب.